بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الدرس الماضي عرفنا الإيمان، الآن سنشرح أركان الإيمان الستة بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أتراتم من أصول الثلاثة أدرس دي قباتا مني تعريفي دبيان حقيقة إيماني تو أولا درسي كمزامر أكيكو ونروكني دكتشك الركن ننسى قداش دم يشرهي. الركن الأول الإيمان بالله. نفرقوا دا قتكيرو كن ننسى فيني إيماني دا لو قال لك قائل هل أنت مؤمن بالله؟ إذا وان يأتي ماك شن كيما إيماني دا الله؟ كيف أؤمن بالله؟ تيا نيما دا نزمي إيماني دا الله. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأمور أربعة. تو إيماني دا الله سيكا تيما سياكو إنش أبوا قدا هدو. أن تؤمن بتوحيد الربوبية. نفرقوا كي إيماني دا ساموان الله كي إيماني دا توحيد الربوبية. تؤمن بتوحيد الألوهية. كي إيماني دا توحيد الألوهية واتو كديت الله تكين أيوكم باي وانشم كم كديت الله تكين أيوكم الله. تؤمن بتوحيد الأسماء والصفات. سيكم كي إيماني دشي والله أنا دسونا هذا سيبوبي كم يا كديت دسو. تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. تو نهود كم شيء كي إيماني دساموان الله أكوي الله دي. لأن هناك من ينكر وجود الله سبحانه. سوداء تكم متى أنا وي أكون دفيك ما إنكار ساموان الله سبحانه. ما هي الأدلة على وجود الله؟ تو منين دليل أكن أكوي الله دي؟ كثيرة جدا. دليلا أي سمو تكيرجى. سنة ديوة ممكن نجمع هذه الأدلة في أدلة أربعة أما زامو يدون كل يسو تكين دليلي قد أهدو العقل دليلين حنكلي والحس يعني ترى بعينك أو تسمع دليلين دكاكي إيا جنس دكون لكو كاكي غني دئدو والفطرة كل مولود يولد على الفطرة فهو بفطرة يثبت وجود الله سبحانه سيكما دليلين هالتا سبو دكوة هالتا أنا هالتا انتني أكم فطرة الديني فطرة مسلنشي كينان إن أكالي متنشي أكرن كان سزير دشي وأكو علاني والشرع يعني الكتاب والسنة سيكون دليلي نهدوشي نبانغرن آيوي ده حديثي نعم نبدأ بالأول العقل يستحيل أن يأتي إنسان عاقل إلى هذا الكون وينظر ما في هذا الكون انتظام البديع الشمس طلوع الشمس وغروب المجرات والبحار والأنهار والأشياء إلا ولابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر نعم دليلي نفرق ده مكة زامو أم بتاع دليلي نهانكلي سبوا ده أهانكلي أبو نيد أهانكلي بزي كربابا متون يزوج يجا الدنيا نع يجا أبوه نسي كي تكين تديد الله يسارا جنين سما يسارا كسا يي تيكو يي دكان هالتا يجا شي كران كان سما شي باو سأنن كمسي يزوج يجي وانا أبوه ندك هالتا باسو ده ما هالتشي wannan a hankalci hankali ba zai karba ba kenan dole mutun ya yarda cewa wannan duniyar tana da mahalicci guda daya wanda shi ya samar da ita na'am athani min al-adilla ala wujudillah al-his mahsus malmus tad'u fi kadb shiddah taqul ya rab farija tajidha tanfarij hadha dalil hissi mahsus qama an-nabi sallallahu alayhi wasallam yad'u fa nazala al-ghayth dalili na biyu da yake nuna akwai Allah shine dalili da zaka iya gani da idonka ko ka iya jinsa misali mutun ne fa zai tashi yanzu yana cikin matsanancin bukata sai ya daga hannu sai ya roki Allah a yanzu sai Allah ya bashi mafita cikin matsalar sa kage kenan inda babu Allah ta ya za a samu warwaran matsalar sa misali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokaci guda ya daga hannu ya roki Allah ya ce ya Allah mutanen Madina suna cikin fari ana cikin rashin ruwa lokaci guda sai ga Allah ya amsa masa inda babu Allah ta ya haka zai kasance na'am alfitra qulna kull maulud yulad ala alfitra dalili na uku dalili na fitra mun ce kuma kowani halitta kamar yadda hadisi ya tabbatar shine ana haifar sa akan fitrar musulunci na'am arba'a ash-shar' wa hadha kathir al-kitab was-sunnah sai kuma dalili na hudu dalili na shari'a dalili na nassi na aya na hadisi wanda yazo cikin qur'ani ko yazo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma dalilai da suke nuna samuwan Allah suna da yawa afillahi shak idan ar-rukn al-awwal an tu'mina billah kayf nu'min billah bi hadhihi al-umur al-arba'a to rukuni na farko shine kai imani da Allah wato rukunin imani guda shida din nan na farkon su shine kai imani da Allah shi kuma imani da Allah yana kasancewa ne da abubuwan nan guda hudu samuwansa da kuma wato rububiyya da uluhiyya da asma wa sifat to al-iman bi tauhid ar-rububiyya wa bil uluhiyya wa bil asma wa sifat wal iman bi wujud Allah waɗannan su ne guda hudu kamar yadda malamin ambata shine wato ai imani da samuwan Allah ai imani da rububiyyar Allah ai imani da uluhiyyar Allah ai imani kuma da tauhidin asma wa sifat wa qulna al-iman bi wujud Allah dalla ala al-aql wal-his wal-fitra wash-shar' kuma muka ce dangane da samuwan Allah imanin ka akan haka dalilai wato na hankali dalilai na wanda zaka ji ko ka gani dalilai na fitra dalilai kuma na ayoyi da hadisi duk sun nuna shi na'am والله أعلم
to sai wani darasi Allah shine mafi sani.